السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم درسنا عن الوحدة السابعة Finding Answers. معكم الأستاذ ممدوح البيطار. طبعا في هو هذا أهم شيء في هذا هاي الوحدة، هو قاعدتين مهمين هي Will والGoing To، وفي عنا قاعدة if شرطية بالPresent Simple. ماشي، بناخد أول شيء بنشرح قاعدة will و going to. طيب هلا هون عنا help box use will to predict the future. يعني شو نستخدم will؟ شو للتنبؤ بالمستقبل، للتنبؤ بالمستقبل. عطينا مثال هون، هون هذا the weather will get hotter it won't get colder. ماشي، هاي عم يتنبأ بالمستقبل، الطقس سوف شو يصبح حار، سوف لن شو يكون باردا. هون عم يتنبأ، تنبؤ predict. اوكي، فنستخدم well. رقم اثنين، طبعا هدول انه هدول القواعد اللي عم حكيت لكم عليهم انتم فينكم تكتبون على دفتركم هلا مشان ترجعوا لهم وتراجعوهم. اوكي، رقم اثنين use will for actions that we decide now at the moment of speaking. يعني انه بنستخدم will انه بأفعال او شيء بتساوي انه بهاي اللحظة هلأ انه بتقررها. ماشي، هلأ بتقررها يعني وقت اللي انت عم تحكي. طيب مثال I'll make some tea. I'll make some tea يعني سوف شو اعمل شاي. هلا عم يحكي وجا اجى على باله الشاي فقال بدي اعمل شاي. طيب هلا هيك بنكون انتهينا من well. هلا بدنا نحكي عن going to. طيب use going to for actions that we have decided before we speak. ماشي، يعني نحن بنستخدم ال going to انه على شو actions. actions يعني شيء سويناه انه we have decided يعني قررنا قبل ما نحكي. ماشي، يعني ما بهاللحظة، انه قبل ما نحكي انه بنكون قررنا لهذا الشيء. مثال I'm not going to watch TV tonight يعني سوف لن أشاهد التلفزيون هذا المساء. I'm going to read a book يعني سوف أقرأ كتاب. كمان استعمال الثاني ل going to for suggestions and offers use shall I we or I will. اوكي، طيب suggestions اقتراحات and offers وعروض. ماشي، انه وقت اللي بتعرض الشيء على شخص. طيب شو اللي هو المثال يا استاذ ممدوح؟ بنقول shall I give you a lift to the station. هل تريد أن شو يعني توصيلة إلى محطة القطار؟ أوكي، هل تريد يعني أنه أنا وصلك لمحطة القطار؟ هذا بيقولوا له offers يعني كأنك عم تعرض على شيء حدا أنه توصله للقطار وقت اللي بيكون عندك سيارة. طيب هلا هون عنا exercise number 2 write P for a prediction or D for a decision. يعني وقت اللي بيكون في بي تنبؤ، ماشي، بنكتب بي، وقت اللي بيكون في قرار بنكتب دي. ماشي، complete the sentences with the correct form of will or going to. يعني نحن بدنا نكمل الجمل ب will أو going to. رقم واحد I'm sure it won't rain. ماشي، هلا ممكن حدا يقول لي شو هي won't استاذ؟ ال won't will not. ماشي، هي بيختصروها ب won't. هلا انت بالفحص اذا نسيتها فينك تكتب will not. ماشي، يعني مشان ما تغلط وهي صحيحه. اوكي، بس طبعا بتبعدهم عن بعضهم will و not. The sky looks clearer now. اوكي، prediction.
طيب هذا تنبؤ، تنبؤ فبنستخدم معه will. اوكي، رقم اثنين، what you do when you finish school، يعني ماذا ستفعل عندما ننتهي من شو المدرسة؟ فالجواب شو بيكون؟ يعني هذا شو؟ قرار، قرار انه بدك تساويه، فبنستخدم له going to. يعني بنعمل هلا كيف بيصير السؤال؟ مثل ما قلت لكم هلا هذا بده يكون بالمستمر، مع اليو بيكون ار، يعني بتصير what are you going to، what are you going to. ماشي، وهذا decision بنحط الدي هون. ماشي، طيب رقم ثلاثة، I've decided، يعني أنا قررت، هاي من دون ما تكمل قررت، فمعناتها بناخد going to بعدها. I study French next year، يعني شو بدنا نعمل مع ال I؟ بتاخد am. I'm going to study French next year as well as biology. ماشي، سوف أدرس الفرنسية مع الشو الجغرافيا. ماشي، فهو هذا decision. اوكي، رقم أربعة، if we don't hurry up we not get to school on time. هذا شو؟ شو prediction، هذا تنبؤ، يعني نحن اذا ما اسرعنا ممكن انه انه ما نوصل على المدرسة بالوقت المحدد، فبنستخدم شو؟ well. ماشي، if we don't hurry up we will not او won't، مثل ما قلت لكم will not او won't، يعني فينك انت تكتبه، قلت لك بالامتحان will و not مع بعضهم، وبهذا بيكون شو prediction. اوكي، كتير سهل يعني، واضح بعتقد بالنسبة لكم. طبعا انتو هلأ اذا حسيتوا انه سريع شوي فينكم ترجعوا الفيديو انتو على كيفكم، بس انا مشان ما يكبر كتير عليكم الدرس عم اسرع شوي. هلأ انتو فينكم ترجعوا الفيديو على كيفكم وببطء، ماشي، وبترجع يعني الجملة اللي ما بتفهمها بترد بترجع انه بتعيدها وبترد بتسمع انه انا شو حكيت. طيب بس بعتقد انه كتير سهل. exercise number 3، okay، offer to help in these situations، I need help with my homework. ماشي، فالجواب شو بيقول؟ shall I help you، I will help you. ماشي، اوكي، هاي عطينكم انه شو مثال انا على شل. ليكو هاي الشل شو بنستخدمها مع شو السجشن، اقتراحات وعروض، يعني اذا انت عم تعطي حد اقتراح او عرض. ماشي، فعنا هلا رقم اثنين، I would like to close the window، انا شو اريد ان اغلق النافذة، but it's too high for me، ولكنها عالية بالنسبة لي. فشو بتقوله هون؟ بتدوره على الفعل close، close، فمن نستخدمه مع shall. طبعا مع shall دائما بعد انه بيكون بيجي بعد مصدر، مصدر. اوكي، هاي بيقولولها modal verbs، من المودال verbs، هاي بده يكون بعد مصدر، مثل كانوا كدوا شدوا ود. اوكي، هدول كلهم هدول modal verbs، يعني على طول هن قاعدتهم انه بيجي مصدر. وطبعا القاعدة تبعيد تشكيل السؤال هي تقلب بين shall و I. ماشي، اوكي، لنشوف شو بتصير. فهون بنساويها مع close الفعل، فبتصير shall I close it for you، shall I close it for you، يعني انه كأنه عم يقدم له عرض، انه قال له النافذة عالية، فقدم له عرض انه شو بدك يعني انه سكر لك اياها. طيب نمبر 3، grandmother
needs someone to do the shopping for her. ماشي؟ يعني جدتي تحتاج إلى شخص لكي شو يعمل له، أنه يروح على التسوق من أجلها. ماشي؟ فكمان الدو بنستخدمه مع will. ماشي؟ هون بنستخدمه مع will، فبتصير I will، هون I will do the shopping for her، يعني I will do the shopping for her. ماشي؟ طيب رقم أربعة I'd love to learn to speak German، يعني أنا أريد أن أتعلم أن أتكلم بالألمانية، يعني يمكن بده 10 سنين لأنه الألمانية كتير صعبة. طيب فالجواب بيكون I speak German. ماشي؟ Shall I teach you؟ Shall I teach you؟ أوكي؟ يعني هون أنه بده يتعلم، فشو شو قال له؟ أنه بدي، هل تريد أن أدرسك؟ Shall I teach you؟ ماشي؟ question mark. أوكي؟ وهيك بنكون انتهينا من هاي القاعدة. بننتقل على القاعدة الثانية تبعيت الإف الشرطية. ماشي؟ مع الزمن شو؟ الحاضر البسيط present simple. أوكي؟ present simple. use if plus present simple plus plus عفوا انا على طول بقولها بالالماني use if plus present simple plus will won't for things that will possible happen. اوكي طيب يعني نحن بالطرف الاول بده يكون if و present simple، وبالطرف الثاني بده يكون will و won't. ماشي؟ بدنا نحط معه won't. طب ما فهمناها استاذ، اعطينا مثال. طيب هاي مثال if it rains، if it rains، هلا هاي انه اذا امطرت. ماشي؟ هاي if مع الزمن شو؟ الحاضر البسيط present simple. اوكي it rains هاي بالمفرد بنحط لها اس لرين، فالطرف الثاني شو بنحط؟ will او won't. ماشي؟ يعني بالنفي، يعني we won't go to the park. ماشي؟ سوف لن نذهب الى الحديقه. ماشي؟ طيب هون قالوا لكم we can put the if part or the will part of the sentence first، يعني فينا نقلب بيناتهم، فينا نقلب بيناتهم، يعني ما ضروري انه تبلشوا بالاف. اوكي مثال if he doesn't feel well he won't go to school. ماشي؟ كمان وحده تاني he won't go to school if he doesn't feel well. يعني نحن فينا نقلب بين الجملتين، ما ضروري انه خلص يكونوا ثابتين، نحن فينا نقلب بيناتهم. ماشي؟ we usually put a comma after the if part of the sentence، يعني نحن دائما بنحط فاصلة بعد الاف، جملة الاف بعدها لازم يكون في فاصلة، فاصلة انتبهوا. ماشي؟ طيب exercise number 4 imagine you are going to a language school in London، يعني انه تخيل بانك سوف تذهب الى مدرسة لغة بلندن. write questions and answers what will happen if، يعني انه اكتب شو الأسئلة والإجابات، اكتب الأسئلة والإجابات ماذا سيحصل. طيب عندنا رقم 1 هو مثال حاطين لكم إياه you go exercise number 1 you go to London without your friends. فشو بنساوي هذا؟ هذا سؤال what will happen if you go to London without your friends. okay بعد not know anyone يعني ما بعرف حدا. if I go to London on my own I won't know anyone. okay طيب رقم 2 you don't know anyone in London.
ماشي، you don't know anyone in London. اوكي، فشو بتصير اول طرف؟ What will happen if you don't know anyone in London؟ هاي بتساويها. What will happen if you don't know anyone in London؟ Question mark. ماشي؟ عنا have to speak English. What will happen أو if I don't know anyone in London I'll have to speak English. Okay. منكمل رقم ثلاثة. رقم ثلاثة. You speak only English for a week. ماشي. شو بتصير؟ What will happen if you speak only English for a week? ماشي. طيب عنا اللي بعدها improve a lot. Improve a lot. ماشي. بعدها if I speak only English for a week my English will improve a lot. ماشي، هيك بتصير الجملة. Your English gets much better. فشو بتصير؟ What will happen if your English gets much better؟ طيب الجملة اللي بعدها do well at school. فشو بتصير؟ If my English gets much better, I will do well at school. Number five, بتصير you do well in your exam. فشو بتصير؟ What will happen if you do well in your exam? Question mark. بعدها go to university. بتصير if I do well in my exam, I will go to university. ماشي؟ طيب. نحن عنا بعد رقم 39 هون، هاي انه كلمات الربط. كلمات الربط ماشي، هاي انه اللي بتستخدموها بربط الجمل. اوكي، رقم 5 exercise رقم 5 circle the correct word. اوكي طيب، وهيك بنكون انتهينا من هاي الصفحة 38 وحكينا على اهم القواعد الموجودة بهاي الصفحة. ماشي، ضلوا بخير، السلام عليكم.